السلام عليكم غزال ديالي، كاملين كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين بأحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين ام ملاك والقناه ديالي فاتي تي في. مرحبا بكل واحد مدعم القنوات ديالي الاثنين، كنشكر كل واحد مدعمني في القنوات ديالي وكيدعمني بلي لايك والاشتراك والبارطاج والمشاهده كامله، وشكرا لكل واحد كيخلي لي كومونتير غزالين، يعني كتفرحوني بلي كومونتير وكنقول لكم كاع لي كومونتير كنقراهم، غير كاين اللي رد عليه كاين اللي ما كنردش عليه على حساب الكومونتير شنو كيكون. كاين اللي يكون باغي سؤال ولا كنرد عليه، واللي يكون غير كيشكرني ولا كان ما كنردش عليه عادي. وشكرا لكم، كما كتشوفوا هذا النهار بغيت نقدم لكم هذه المعقوده اللي كتجي طايبه في الفران، يعني صحيه بدون زيت بدون قلي، كتكون صحيه وبغيت نقدمها نشاركها معكم مع خوتي وخواتاتي، وسهله مهله اي واحد يقدر يديرها، السيد اي راجل يقدر يديرها، يعني ماشي بالضبط مراه، سهله وخفيفه. المهم هاكم نتوما معايا وبقاو معايا تلتالي باش تشوفوا المقادير وشنو غادي ندير فيها. وهاد المعقوده كما راكم تشوفوا راني حشتها لداخل، راها محشيه بالداخل، راه غادي تعرفوا كاع شنو فيها الا تبعتوا الفيديو من الاول تلتالي. يلا بقاو معايا تلتالي باش نقول لكم المقادير. معقوده معمره، انا هنايا شديت البطاطا، يعني سلقت البطاطا نقولوا، غادي ندير شويه د المليحه، شويه ديال الابزار، غندير له زيت الزيتون، ندير زيت الزيتون باش نرفسوها. كون تشوفوني غادي نرفسها حاميه باش ترفس معاكم. عندي قزبر هنايا، عندي قزبر هذا يابس، لاندو حتى الثوم يابس، ديال الثوم ما عنديش الثوم، عندي غير قزبر يابس ماشي مشكل. غادي نعمرها، عندي شويه ديال الفرماج ربي، غادي نعمروها بالكاشير والفرماج. المهم انا هنايا جبت لا شابلوف والبيض، المهم غادي نرفسو هذا الشيء، نرفسو وغادي نديرو المعقوده ديالنا باش طيبو ونوجدوها. المهم نتوما راكم معايا. البنات كيما كتشوفو هاهي البطاطا ديالنا، راني رفستها هنايا، راني هنايا درت البيض ديالي، غادي ندير شويه د الإبزار شويه د المليحة، وهنايا راني جبت هادي غندير فيها ال لاشابلور. هاني درت هنايا لا شوبريور، غنخلط البيض مع الملح والابزار مزيان مزيان. المهم انا درت جوج بيضات، و الا كان خاصني نزيد باش ما نكثرش ويبقى لي شهيط، الا كان خاصني نزيد. دابا غادي نهزو كويره منا، هنا دابا انا غادي، المهم قلت لكم نهز الكره، وغادي ندير فيها شويه ديال هذا كاشير، شويه ديال الفرماج، وغادي نجمعهم مزيان. نجمعوها هاكيا، هي جمعتها، غادي نزيد لها شويه ديال البطاطا،
في البلاصه اللي شفتوها يعني ما جمعتش، نزيدو لها شويه البطاطا. دابا غادي نديروها هي هنايا المعقوده ديالي، غادي نديرها دابا في البيض. البيض البنات نجيب الدقيق، نسيت ما جبتش الدقيق، نجيب الدقيق هو الاول. البنات هنا دابا جبت الدقيق، غادي ندير الدقيق، غادي نغمسها الدقيق ونفض داك الدقيق الزايد، نفضه نولي نديرها في البيض. نجيبو في الصني ديالنا باش نحطوها في الصني ديالنا. بنات هاو الصني هنايا اللي جبت درتو فيه بابي كويسون. دابا غادي نبيض، غادي نديرها في لاشابلور. ديروها البنات في يعني في الفران كما قلت لكم، بصراحه كتجي غزاله غزاله وكتجي يعني ما شربش حتى الزيت ولا شويه، يعني كتبعدوا على الزيوت يعني تاكلوها هكا صحيه. دابا نديروها في الصين ديالنا غنستفوها، غادي نعاود ندير معكم اخرى. وما غادي نبقاو ماشيين على هذه المرحله حتى نكملوا العناصر ديالنا، نديرو يعني الكاشير محكوك فرماج رابي ونجمعوهم كما قلت لكم كالعاده. غادي تجمعوهم الا شفتو شي قنت ما محلول زيدوا له البطاطا باش يتجمع لكم مزيان بحال هكا. كنزيد نجيب البطاطا ونحطها باش نجمعها مزيان. هيا البنات المعقودة ديالنا شفتو، دابا غادي نولي ندير لها نفس الخطوة يعني الدقيق نديرها في الدقيق ونولي نديرها في البيض ونولي نديرها في لاشابلور. وكل مره كل ما تهزوها يعني من ديال الدقيق نفضوها باش ما يبقى لهاش داك الدقيق الفائض ديال الدقيق، نفضوها. كما كتشوفوا هذا هما مهم اللي درتهم ديال المعقودات. دابا بغيت نزوقهم بالفرماج رابي شويه وكاين نزوقو بالكاشير. كما كتشوفوا كيجيو رائعين صراحه غزالين، اني عاد كيخرجتهم من يعني الفرن ندير لهم هكا الفرماج هذا الاحمر باش يذوب فوقهم.
غادي ندير لهم هكا كاشير من فوق. وجربوا البنات كيما قلت لكم هاد المعقودات، ما صح ما غاديش تندموا عليهم، صح كيجيو رائعين اكثر من رائعين، كيجيو صراحه سالين وكيجيو صحيين كما قلت لكم، يعني ماشي مقليين في الزيت ولا جايين صحيين. هاد هما المعقودات ديالنا، نتمنى يعجبكم هاد الطبق. غادي نوريه لكم نيشان هنايا، شوف البنات الطبق ديالي المعقودة هذا هو. مهم نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه وتردوا لي الخبر ودولوا لي رأي ديالكم فيه. وشكرا لكل واحد راه مدعم قناة شين أمالك وقناة فاتي تي في، كنقولوا شكرا بزاف لكم ونتمنى تبارطاجيو باش تعمل فائدة على كل واحد. وما تنساوش لي لايك والاشتراك والمشاهده كامله باش تشجعوني باش نزيد الاكثر والاكثر. وما تنساش تخليو لي كومونتير الراي ديالكم في كي جاتكم هاد المعقودات. ويلا خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.